عبد الرزاق نرحب فيك. اليوم النصر يظفر بالنقاط الثلاث، وعبد الرزاق يسجل هدفين اليوم في مرمى محمد العواس، نتيجة مهمة بالنسبة لكم في مشواركم في الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، فهي نتيجة جد 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 مهمة، نظرا لأننا نلعب مع فريق قوي، يعني فريق يمكن كان حتى هو منافس. يعني تجاوزنا هذه المباراة الصعبة، وما زال لنا مباريات كثيرة لازم نركز فيها على أساس نحاول أن نفوز بأكبر عدد ممكن من النقاط إن شاء الله. عبد الرزاق، تسجل أنت 10 أهداف من آخر 13 تسديدة، واضح أن عبد الرزاق ما يسجل إلا على المضمون. والله العظيم من الأرقام ما أدري بها، يعني أرقام يمكن تحسبوها أنتم لكن ما أحسبها أنا. أهم شيء بالنسبة لي أنني ندخل الملعب نقدم يعني اللي علي ونساعد الفريق على أساس أنه يفوز إن شاء الله. المباراة اليوم شهدت احتجاجات كثيرة من النصر، من الأهلي، اليوم لماذا؟ شوف، في جميع المباريات يعني في العالم، يعني مش فقط هنا، يعني عادي فيها احتجاجات عادية بسيطة، لأنه اللاعب لما يكون في أرضية الملعب يعني ما يشوفش يعني أشياء اللي ممكن يشوف الحكم أو الفار، يعني ممكن يحتاج، لكن بعدين يصحح الحكم والفار الأخطاء الموجودة، وهذا شيء عادي جدا. اليوم لعبتم والمتصدر أيضا الهلال لعب وفاز اليوم، ما زلنا في حاجز الست نقاط، كيف تشوف أنتو حظوظكم للقب بطولة الدوري والمنافسة أيضا مع نادي الهلال؟ شوف، انا ما نشوف اي فريق اخر، انا نشوف فريق النصر. لازم نقدم كل اللي علينا في اي مباراه، نركز في كل مباراه ندخل لها، والدوري مازال طويل جدا جدا جدا. الكابتن سعد الحارثي، واحد كان من النجوم السابقين في نادي النصر، يقول مش ناقص على عبد الرزاق حمد الله بالتوهج اللي قاعد يقدمه الا انه يحقق لقب بطوله الدوري هذا الموسم، صحيح يا كنترول؟ واكيد ان شاء الله، يعني فلقب الدوري يعني اي لاعب يتمنى انه يفوز به، خصوصا اذا لعبت يعني في فريق كبير مثل النصر، فيبقى راسخ لك يعني في مشوارك، وهذا ما نتمنى احنا جميع اللاعبين، مش حمد الله فقط، لكن هذا مازال يلزم عمل كثير وعمل جد واكثر، والحمد لله يعني قريب ان شاء الله. اعطونا الفرحه، اعطونا فرحه عبد الرزاق، هذه الفرحه. وليد عبد الله السر في الاحتفالات اللي قاعده تصير في نادي النصر. وليد عبد الله ما شاء الله عليه، يعني حارس وكبير، وفي نفس الوقت يعني هو يعني من اميز الشخصيات عندنا في الفريق، ويعني يخلق جو في الفريق والحمد لله. يعني واتقنت الاحتفاليه الخاصه في وليد؟ علمها لي وليد خلاص. يعطيك العافيه حبيبي، الله يحفظك.